كفي ضيعت لي وقتها. هلا اوف يا الله شو على عجلة السير هاي؟ هيدي على طول على مفرق الكازينو ماريو في عجقة. على الكازينو؟ ايه. انت بتعرف شو الفرق بين الكازينو والكنيسة؟ شو الفرق بين الكازينو والكنيسة؟ بالكازينو بتصلي من قلبك. سعد سعد أحب عمري وعشق الحاجة. سعد سعد وسعد سعد 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 أحب عمري وعشق الحاجة. عفوا يا أستاذ ناديتني يا أستاذ، وحياتك اشتري من نساء يا أستاذ، بترجاك اشتري من نساء، نفعني نفعني إلي يومين مو حاطط لقمة بتمي. إلك يومين مش حاطط لقمة بتمك؟ إيه نعم. نيالك على هالإرادة. أنا وثلاث أرباع الناس هون عم نجرب نعمل رجيم ما عم تزبط معنا، كيف تقعد يومين بدها أكل تغييرك؟ علمنا أكلنا وبدنا عيب. عفوا استاذ على السؤال وعلى الحشريه، بس ليش حضرتك عمالي تعمل رجيم ما شاء الله عليه؟ يا اخي اوقات بيطلع معي الكوليسترول والتريجليسيرين. انا قلت له كوليسترول وتريجليسيرين. بس بالاذن من بحب اعتذر من الاخوان السوريين يلي عم يحضرونا على التلفزيون، اذا في تما ينجرحوا منا، بس بدي اوضح شغله، انه نحن عندنا 4 ملايين لبناني بلبنان ومليونين سوري، يعني لوجيكلي بالمنطق على كل 4 نكت عن اللبنانيه بحق لنا بنكتين عن السوريين. خلاص؟ بنسكر البارونتيز، بنكفي، بنرجع بنفوت بالكاركتير، ايه يلا قلي. انت من وين يا حبوب؟ لا قبل حبيبي. شو بتبيع غير سعادة؟ شو بيها يا استاذ؟ بني ماركت متجول اللي بيخطر عبالك موجود. معي عسل الزلوع باب اول، تشتري عسل الزلوع؟ شو إيه؟ عسل الزلوع؟ هي نعم. شو بيعمل هيدا؟ اكسكوز مي، ما بتعرف شو بيساوي عسل الزلوع؟ نورني. ايه بيغذي بيلذي بيساعد على الفزي، بيمشي على السكه بيقطع الدكه، بيقوي العضلات بيكسر عصايات، بتعمل 4 بطح و4 واقف، اشتريت؟ عم بيحكي معك ميشيل. لا شايفه عم بيحكي معه. لا ما عاد انت خيب لك بيقرا، انا بدي كافور. شو هذا كافور؟ انا بعكس الزلوع. كافور؟ انت من وين يا حبوب؟ انا من الزلقه يا استاذ. هون فشختين، بس الاصل الاصل من حمص. اه على ذوقك المسرحيين. جنسوه زلقاوي. انت من الزلة الاساس من حمص، اصل من حمص يا استاذ. حرام شو صار فيكم بحمص. ايه والله مثل ما انك سامع ومثل ما انك شايف يا استاذ. لا خلولنا ولا بقولنا. كان عندي محل تياب بالشامزليزيه. بالشامزليزيه وحرقوا. انت بالشامزليزيه، شو اخذك على الشامزليزيه؟ لك شام شامزليزيه. 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 اوه شامزليزيه. بهدلوك هددوك قصفوك وقتلوك، هيدا يلي صار بالشامزليزيه. كان عندي محل تياب طويل عريض وحرقوا لي اياه. وان شاء الله الخساره مش كبيره. لا والله الحمد لله، شنو كنت عامل تنزيلات 80%. 20% الخسارة. منيح قدرنا زمطنا كم نكتة، معي نكت تشتروا نكت؟ ايه بهمنا الأمر، بهمنا دخيلك، صرنا ان شورت اوف نكت. بدين نكتة. بدين نكتة حسب كل وحدة إلها سعرها. عندك أقصر نكتة 3 كلمات، خدها ببلاش. ايش صوتي؟ 3 كلمات اوف، أقصر 3 كلمات. هيك نشوف. هتني هتني. سمكة حمصية غرقت. ولا ابيخ من هيك. هي بتجي مع الضحكه ولا مع الضحكه؟ هيدا ماريو، هيدي انت كاتبها. في غيرها هيك مشيهم بالجمله؟ انه مش بجمله واحده، قصدي انه بالجمله. سمعت اقول لك، في واحد حمصي سالوه قالوا له انت مع الزواج المبكر؟ قال لهم طبعا مع الزواج المبكر، بس هو باي ساعه تقريبا. اشطب زوم يعني. يا في حزيره، انت بتعرف ليش الياباني حزيره؟ بتعرف ليش الياباني بخاف يفوت بمشكل؟ الياباني لانه جبان. نفعونا العمى، ما ابخلكم يا شباب. يلا اشترينا اشترينا. هلا طمنوني اهم شيء. ايه
مبسوطين عنا بلبنان؟ شو؟ نحن؟ هلا نحن عندكم بلبنان ولا طبعا انتوا أنت صار لي ساعه واقف هون بطاقة الشمس، انتوا اول سياره بشوفها نمره لبنانيه. شو متوقع مني يعني؟ اي معك حق، بل معك حق، معك حق طبعا، بس انا ما عم بفهم شو عم تيجوا تعملوا عنا بلبنان دخلك، انه ما عندكم امان بسوريا؟ نحن ما عندنا امان. عندكم داعش؟ عندنا داعش واخواتها. عندكم سرقه ونهب؟ عندنا 8 و14. في كاميرات يا ماريو، اليوم عم نصور يا حبيبي. لا تعالوا انتم مبسوطين عنا بلبنان؟ لا صراحه مو مبسوطين. مو طلع لكم؟ لا مو مبسوطين. ليه مش مبسوطين؟ عم نعمل لكم احلى اهتمام واحلى استقبالات، ويا لطيف كل العالم عم تساعدكم بلبنان، اهم عالم عم تجي تزوركم بلبنان. رئيس الوزراء البريطاني اجى زاركم وين؟ بلبنان. انجلينا جولي تقبرني اجت زارتكم بلبنان. انه بسوريا مين كنتوا شفتوا؟ ماكسيموم فطومه. ايه ليه مو مبسوطين عنا بلبنان؟ ليه مو مبسوطين بلبنان؟ ولك إلنا من يجي عالبنان بركي منلاقي امان، نطمنا بالزباله وحوم علينا الدبان. فطومه 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 حلاوتي وبتيوني وصرت لاجئ بلبنان. كلها سوا فطومه 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 حرقوا بيتي ونديوني صرت لاجئ بلبنان. العمى ما عرفكم لساتكم محليتوا موضوع عجقة السير والغباير والزبالة بالطرقات وبالشوارع. ما توخزونا تقبروني، عم نزعجكم. الحاجز، حاجز وين وين؟ الحاجز الذكري، حاجز ذكري نسيت جيبه معي. لا حاجز عن جد، حاجز حاجز دركيات. شو هيدا ماريو؟ يقبرنا ملا حاجز يا حياتي ملا حاجز، هيدا حاجز. هلا ان شاء الله يوقفونا. يا رب يوقفونا. ليك عندي فكره، عجل عجل شيل السنتير، كب الطفايه، خبي وراء الميكانيك، اشرب اشرب خلي تطلع ريحتنا على الكوت. اشرب بعد اشرب بعد. لوين واصل؟ ها؟ لوين واصل؟ لا الديركسيون. بعد شوي بيوصل للسقف. على اليمين؟ لا جالس. وين السنتور؟ انت وين دلوكي بالضبط؟ هن قالوا لك هون بالمنطقة. عامل لك على اليمين. عليا اختي. لا اختي. لا اختي. لا اختي. لا اختي. لا اختي. وين تذكرة؟ انا مع اخراج الايد الفردي. والفرد الثاني وين؟ يمين. علي اختي. اختي. لا اختي. معك طفاية؟ ايه يا اخي. شو ها؟ فودكا. ما نحن منطفي فودكا. كذاب، انا بوزكي هو فودكا. لا ماريو انا انزلوا على الارض. ليه نحن بالسما؟ عم بقول لك انزلوا على الارض. اطلعوا على الارض. يلا انزلوا. ايه ايه ايه. انت مش شايف. ايه نبشينا. نبشيني كلب جينة. كلب جينة. كلب جينة. خزقيني رجعي لزقيني. شلحيني. شلحيني رجعي لبسيني. فتفتيني رجعي ماكسيموم بتلاقي معي رمانتين واصبع ديناميت. شربان. روعد. مش حاطط سنتور. وما معك وراء الميكانيك. ميكانيك قلبي بقدرني. ميكانيك الكن عين من قلة الجوهر على الطرقات. زبط، لانه محروق الضو عكترة الانارة على الطرقات. ما هيك بشرفي لو ما مدور راسي ما اشي عسي. تانكس قبل ميش. زبط بسرعة. ما انا كنت ماشي على مهلي لما شفتك جيت بسرعة.
زبط عقلة الأدب وزبط هيدا قانون السير. شو هالقانون السير هيدا؟ شي بيسير سير فيه بيسيري. تعرف شو؟ شو؟ أنا لازم أحبسكن، بس المشكلة إنه ما في مطارح بالحبوسة. يا إلفي بدنا نام، ولكن فلو السواح الأوتيلات فضيو، بناخد السويت. يا سويت أنت بالأوتيل نقعد أنا وياك. ايه يقبرني شو هالبوليس؟ بتزيح منهم كتير بوليس. اي بوليس اخي مشي مخلصين ولقونين خرقين ومهمكن، حتى الميكانيك ما دفعين مكسورين عليكن. خلصت ايام الفلتين وبدي حاسبكن. طفايات ما معكن طفايات، مني شايفة فيكن شنت عبق لمواصفات هالقانون. كل هالشي يا حضرة الضابط، بس حتى كون عندك مسجون. رح وقفك جلدك على الحيط. And I love it. Yes I love it. رح وقفك ساعة تحت الشمسات. Yes I love it. Ooh, I love it. ما فيك تجرب تشدني وتتزكى عالقانون. كلن مش مثلي واكلتي لا دجاج ولا توم. اذا القانون انت بتمثلي انا تحته بدي كون. للقانون يقبرني هالقانون. رح وقفك جلدك على الحيط. And I love it. Yes I love it. رح وقفك ساعة تحت الشمسات. Yes I love it. Oh I love it. Oh I love it. دخيلة شو هيدا ما؟ شرفي حس حالي بحلم كأنه حلم. إذا هيك البوليس أنا كل يوم خليهم يوقفوني. يا ريت ماريو. إيه. عن جد نسوني إنه هذا المجنون. أنا كمان. مش معقول ماريو مش معقول. يا ريت طلعني هون معنا. غير السيارة ولو ماريو غيرها. ولا بدي أغيرها ولا بدي أغيرها، بس مش عارف شو بدي أجيب. سيارة، سيارة بلبنان عن جد بتمشي مان. مين يوم لازم تجيب جيب. جيب جيب. جيب جيب. جيب جيب. بس أي جيب بدي أجيب. حي الله جيب جيب جيب. مين بدي أسأل؟ اي جيب احسن جيب؟ طبعا السيارات شو اسمه يلي نديم مهنا. يا عيني عليك. ايه هات دق له دق له دق له لنديم مهنا. دق له لنديم مهنا. افتلاما افلومو او مساء الخير بالياباني. حلقتنا ليلي فيري سبيشل، كنا عم تنعرض مباشرة بالحلبة السريعة لسباقات الكاميونات بلبنان يلي بتمتد من شعيتا ميروبا ميروبا شعيتا. بحب ذكر بنتائج هذا الموسم قبل ما بلش حلقة الليلة. عنا أبو رورو من حراجيل في خمسة تلا برابطه، إنما ما بدنا ننسى ونفسه أشرس أبو أحمد السوري اللي في أربع تلا برابطه، إنما وعدنا أحد جاي بسبع غير شكل وببطحة عرق غير شكل وبفلتة فريمات يقتل فيه على القليلة 14 شخص. عودة لحلقتنا لليلة، جمعة الماضي تعرفنا على رنودي سويت ستيشن. ليلة متعرف على بنت عمها أو أختها صغيرة صح التعبير، رينو 5 ألبينا تيز بومبي. دونك ماكولاس بيطلع وبيعمل بريشر كتير قوي على الأيروديناميكشن، كل شيء من خلال سنتريبات ولا سنتريفيوج، راسين دو تروا ديفيزي بار نوف وترا بالجوكا. ركز معي أساس هون. ما حدا باله فيه على كيف. وبيعمل تماسه كتير قوي بين فخذ اليمين وفخذ الشمال، كل شيء بيأثر على الانسيابية ومرونة المؤخرة عند الارتجاج. إذا بننتقل للمقدمة، طبعا بداية بدي أخبركم عن الفيتاس. عفوا ما في فيتاس الليلة. بعتذر منكم بركي أسبوع الجاي. بنلاحظ هون صاحباتي كثير طوال، إنما بدنا ننصح كل محبي السرعة والريادة الميكانيكية ما تتجاوز عن سرعتهم 150 كيلومتر بالساعة، لأنه ساعتها بيقذف معك الكرين وبتقشط الألفينا تحت تحت الوادي. بطلب من الكاميرا مان تلت أب شوي لفوق، مركز معي كاميرا مان. بنلاحظ جزيرة الصغر المهددة تو اير باكس، ومبين بشكل واضح مدى فعاليتهم.
كل ايرباك منه بيعمل لك ايرباك بحياتك. سوري استاذ واقف بوجهك. ان شاء الله هيك احسن. بتعرفوا في مره باخر حلقتها بنتبه كثير منيح لانه اذا فشوا اثنيناتهم الايرباك سيم تايم بحال الاصطدام رح ينقطش معك اشارة الخصر ويفقع معك البيضات. اما النصيحه الاهم هي لشباب اليوم عن جد عم بحكي درايف سيفتي كثير عم يصير في حوادث سير، واهم شيء اهم شيء الدغري صفوا على اليمين اذا سمعتوا او شفتوا موكب قاطع.